واحد منا يتمنى أن يكون كذلك. الجانب الأهم في هذا يا شيخ، وأنا أقسم بالله على هذا يمينا غير حامدة، ما في أحد يطلب أهدافه من السماء إلا نزلت عليه أهدافه ومعها مثلها وأضعاف مضاعفة، والله غفور شكور. والله ما في أحد يطلب أهدافه من السماء إلا نزلت عليه أضعاف مضاعفة، والله غفور شكور. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وعدد المسلمين بين يديه قليل، أبو بكر الذي ملئ نسكا وعبادة يشفق على رسول الله وقاعد يرفع يديه للسماء، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك. أبو بكر قاعد يشوفه يقول يا رسول الله كفاك مناشدة لربك، الله ينزل ملائكة السماء، مو بس ينصر، ينزل ملائكة السماء تقاتل مع نبيه. أهدافنا التي لا تستمد من الله ستضمحل وستغيب، وغاياتنا التي لا نصعد بها بربنا جل وعلا إعانة وتوفيقا ستكون ماضيا بعد أن كانت حاضرة، وأمجادنا التي لا نرقبها من ربنا وحده لا شريك له ستكون سرابا بعد أن كنا يوما من الأيام نرجوها من كل زوج بهيج، أبدا أبدا لن تكون. ولذلك قال بعض الأئمة ومن عزة التوفيق أنه لم يذكر في توفيق في كتاب الله إلا مرة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه